سببك انت شايرة مانا هون اليوم وانت المسؤول الوحيد عن هالشي؟ بحياتك ما كنت صديق منيح، بس هلأ أثبتت للكل إنه أنت يا آزان أسوأ ابن بالدنيا كلياتها، وفوقه كمان أنت أسوأ زوج بالدنيا. نور! بس أخي أخي خلص اتركها. ما عم افهم انت ليش عم تحمي نور، وقف على جنب. خالد بعدي ايدك. اخي اتركها بترجاك. ماشي، اصلا انت اول مرة خنقت حبك بايديك هدول، وهلأ كمان عم تخنق رفيقتك. سيد عزان، نور رح تموت من ايديك. بيكون احسن ايه، خليه يقتلها ويروح على السجن، وبعدها بصير الملكة هون. جلالة الملكة بترجاكي، قولي له لأزان يوقف. أزان، أزان، أمي؟ أزان أمي! أزان، خدها لمرت عمي لجوا وأنا حأتصل بالدكتور فوراً. أمي! ما عم صدق بحالتها هي، ردت فعلها حدث نادر، لهيك أنا بتوقع يكون صار شي مهم هو اللي جبرها على ردة الفعل هي. ضغط دم مع طبيعي، وهلأ أنا عطيتها أبرة مهدئ لحتى تنام وترتاح شوي، وطبعا أهم شي بهالحالة اللي هي فيها الدواء. يعني دكتور قصدك تقول إنه هي رح تطيب هلأ؟ هي إشارة إيجابية، خلينا نتأمل الأفضل، بس هلأ لازم تصيروا حريصين عليها أكثر من قبل. حاضر دكتور. مو معقول، شو هالخبر هاد؟ شكراً كتير إلك، تفضل حتى وصلك. ألف حمد وشكر إلك يا رب. بس تتحسن صحة الملكة وتصير منيحة، رح أذبح لها النذر ووزعه على كل الفقراء والمحتاجين. يلا معشوكة امشي، خلينا نساوي لها للملكة شغلة تكون مميزة كتير. ايه امشي امشي، خلينا نتركها ترتاح. يلا ليك آزان، أنا متفهم وضعك وحالتك، بس الحقيقة أنا عندي عيلة وبيت ومصاريف. نحن وعيلتكم يا ابني صداقة قديمة وعشرة عمر، ومشان هيك ما رضيت أخذ منك تكاليف، بس لهلأ صرنا صارفين مبلغ كبير على علاجها. معك حق يا دكتور، يعني حضرتك يا دكتور قدمت لنا كتير بهذا الوقت الصعب، وأنا ممنونك من قلبي وبقدر هذا الشيء، بس ما تاكل هم لأني بأقرب وقت ممكن أكيد رح رجع لك المصاري، بس عطيني شوية وقت. ماشي. أنا آسفة كتير يا أمي، بس صدقيني أنا كنت مضطرة أعمل هيك. بس بكرة رح تشوفي إنه كل شي رح يزبط وكل شي رح يكون منيح. هي كانت لإلك ولساتها لإلك، وأكيد رح تضل دائما لإلك. دكتور قديش بتريد؟ بس يا نور بنتي معلش،
تفضل هدول لو سمحت. شكرا لك. أنا بعرف إنك بتكوني متضايقة مني كتير وزعلانة كمان، وأكيد هلأ يا أمي بتكوني بدك تضربيني وتعملي لي قتلة مرتبة، بس أنا شو بدي ساوي؟ أنتي بتعرفي إني عم أعمل كل هذا الشي كرمالها لأمي وكرمال آزان كمان، لأنه أمي وآزان هنن أساسات هذا القصر يا أمي، وإذا هالأساسات ضعفت وارتخت كل شيء وقتها رح ينهار ورح ينكسر فورا، وأنا مستحيل اسمح بهذا الشيء إنه يصير. يعني كل هذا كذبة؟ ليش سكتتي؟ شو بدك يعني احكي؟ خلص بكفي بقى، ما بقى في داعي تكملي مسرحية الكذب. أنا من الأول كنت عارفان أنتي لا يمكن أبداً تسيئي التصرف مع الملكة، وأنه كل هذا كان كذبة، وأنه كل اللي عم تعمليه فينا كمان كان مجرد تمثيلية، ما هيك؟ أنا آسفة، آسفة لأني ضايقتكم أنتوا الاثنين، بعتذر منكم. وأنا كمان بتمنى أنك تسامحيني، لأني بصراحة دعيت عليك كتير قبل. شو؟ بترجاكي سامحيني. من هلأ أنت معنك لحالك بالمعركة، نحن صرنا كلياتنا جنبك. بس هاي المعركة ما رح تكون سهلة يا خالد، لازم كلنا نتساعد لحتى تطيب أمي وترجع لصحتها، ولازم نرجعها مثل ما كانت قبل ملكة لبوبال. ولا آزان ضايع ونحن لازم نرجعه لطبيعته، وكمان لازم نرجع لها القصر عزه وجاهه قدام الناس كلياتها، ورح نعمل هذا الشي سوا. متأكدة إنه رح نحقق هدفنا. رح نحقق هدفنا إن شاء الله. إن شاء الله. أمي أنا لهلأ ما عم بقدر صدق، بس لو تعرفي قديشني مبسوطة اليوم، اليوم من بعد كل هاي السنين، أول ما نطقتي حكيتي اسمي أول شي قلتي آزان. أنا كتير مبسوط يا أمي. تصبحي على خير يا أمي. انتي ما تاكلي هم ابدا، انا رح صلح كل شيء، انا بوعدك، ونور لما توعد بتوفي. كأنه هذا دواء امي. تعرفي اليوم أمي نطقت أول كلمة، لأنه آزان حاول، تخيلي حاول اليوم أنه يقتلني. روقي روقي أنا منيحة لا تخافي،
واللي بيصعب علي أنا بلاقي له حل. باي. سيد آذان، الشاي؟ لا، ما بدي. أخي، بخصوص اللي صار، حاول تشوف الشيء المنيح. مرت عمي من بعد كل هالسنين كسرت صمتها وحكت. بمين عم تتصل أخي؟ بالدكتور يا خالد، لازم يجي اليوم ليك شوف على أمي، بس ما عم يجاوب. كل الحق على هديك الحرباية. إذا الدكتور ما عم يرد على موبايله شو بيكون دخلها نور؟ وانت شو دخلك بهالقصة؟ وليش كل شوي بتدافع عنا قدامي؟ ما بدك تبطل هالعادة؟ روبينا أخي آذان، طمني كيف حالتها مرت عمي؟ عطيتها الدواء اليوم ولا لا؟ لا، أنا ما لقيت الأدوية تبعها. كيف يعني ما لقيتهم؟ وين راحوا طيب؟ طيب أخي دورت منيح ليكونوا بالدرج جنب التخت. بعرف، أنا وقت رحت لحتى أعطيها الدواء ما كان موجود هنيك، الظاهر خلص، مشان هيك وقت إجا الدكتور حتى يشوفها قال لي مشان أخذ له الأدوية اللي عم أعطيها منهم معي، بس هو ما عم يرد علي. سيد آذان، الشاي. دلروبا، من شوي قلت لك ما بدي اشرب شاي. روح هلا وجيب لي رقم الدكتور الأرضي، يلا بسرعة بدي احكي معه. لا تعذب حالك، لأنه ما رح يجي. ما رح يجي؟ شو قصدك بهالحكي؟ شو يعني لا تكون ما عم تفهم علي الحكي اللي عم قوله؟ قلت لك ما رح يجي يعني ما رح يجي، لأني صفيت له حسابه معنا وقلت له ما بقى يجي. جنيتي يعني؟ أساساً مين طلب منك تعملي هيك؟ يعني أنت جنيتي شي نور؟ بركي هلأ صار لشي لمرت عمي وما تحكي. روبينا، ما في داعي تحكي هذا الحكي عمرت عمي. طلبت منك من قبل، قلت لك 100 مرة إنه بيني وبين أمي لا تتدخلي أبداً. إذا حاولت إنك تعمل أي شيء هالمرة رح أتصل بالشرطة، ماشي؟ لك أنت شو مشكلتك؟ إلك عداوة معي ما هيك؟ شوفي، صحيح أنا ما بعرف أبداً بشغلطت معك، بس أمي ما دخلها وهي ما غلطت معك بأي شيء، لهيك تركيها بحالة ولا عاد تزعجيها. هي ضروري تكمل علاجها، فهمي بقى؟ هي بحاجة الدكتور وانت يا نور. قومي روحي شوفي مين اللي عم يدق الباب. اهلين دكتور شارما، تفضل. مين هاد؟ دكتور، اتصلت فيه مشان امك. انت جنيتي شي؟ مين قال لك انا رح اسمح لمين ما كان يجي يعالجها لامي؟ شو ما عم تفهمي انت؟ بالله، يعني انت ما بتقدر انه تدفع له للدكتور اتعابه، بس رغم هيك عم تتامر علينا. الدكتور اللي قدامك هو الوحيد اللي بيقدر يعالجها لامك، واذا عندك مشكله فيك تاخذها لامك من هون وتحطها بشي دار للمسنين. هداك الدكتور طلب مني تكاليف علاج امك، فيك تقلي أنا شو جابرني أدفع له للدكتور؟ المصاري لإلي ما هيك؟ لهيك طبيب أمك رح يكون هاد، وأنا رح أقدم لك كتير على فكرة، فهمت؟ أخي بهذا الوقت أهم شيء إنه تتعالج مرت عمي والطيب، خلي الدكتور يفحصها. ليك نور، إذا أمي بيصر لأي شيء صدقيني وقتها رح أطلع بروحك وأخلص منك، ووقتها ما عندي مشكلة أبداً أني روح على السجن. وممكن بعد هالشغلة أنك تيجي بنفسك لعندي وتتشكرني وتعتذر كمان. فشرتي، اعتذر لي. منشوف. دكتور تفضل. من إمتى والدتك هيك؟ من شي 5 سنين. شو؟ 5 سنين؟ 5 سنين وما تحسنت ولا شوي؟ حضرة الدكتور، علاجها كان ماشي والحقيقة علاجها ضل مستمر، بس اليوم ما قدرت لاقي الدواء تبعها، مشان هيك أنا ما عطيتها إياه.
معناتها شكور ربك إنك ما لقيته. كيف؟ هذا الدواء اللي كنت عم تعطيه منه؟ إيه بس كيف؟ إجا هذا الدواء لعندك؟ مني أنا يلي أعطيته إياه للدكتور شارما مشان يفحصه. شو؟ هذا معناه إنه كل الوقت كان الدواء معك وتركتيه أصلاً. سيد أزان اهدى شوي، بترجاك تسمعني شوي لو سمحت. هذا الدواء اللي كنت عم تعطيه لوالدتك مخلوط معه شي، منشان هيك ما كانت عم تتحسن. شو؟ تماماً، صار معه انهيار نتيجة صدمة، بس بالعادة هيك مرضى المفروض يتعافوا خلال أشهر. بس والدتك ما تحسنت أبداً لأنك كنت عم تعطيها هذا الدواء الغلط. شي منيح إنه الآن سنور عطتني هالدواء لحتى أفحصه، وأنا حللته بسرعة بالمختبر. لو ما صار هيك ما بعرف لإمتى كنت رح تضل تعطيها هذا السم.